تعالى بقى للنقطة اللي احنا اللي انتوا الاتنين بقى اتقابلتوا فيها. اتقابلنا فيها. دي كانت سنة كام؟ 95 مثلا؟ لا يعني انا عملت طعمية من سنة 98 99. تمام. وكنت انت بقى فين؟ كان واقف قدامي. قدامك كان جاي من على ناصية الشارع واقف قدام المحل عندي. قدامي عشان البلدية ابتدت تزحزحه شوية شوية. الحكومة بقى عشان لحد ما ايه جه وقف قصادي. طيب. مش قصادي يعني على على شمالي كده. طيب بيقولوا ولو ان انا ضد المقولة دي خالص. مع عدوك الا بنكارك. انت راجل بتعمل سندوتشات وهو راجل بيعمل برضه سندوتشات وفول. ايوه. انت ايه اللي خلاك تفكر في الطعميه تحديدا مع انك كنت بتعمل كبده وسجق وحاجات تانية؟ انا قلت لحضرتك انا لما وقفت حكايه السندوتشات ابتديت ايه اخش في الطعميه. بناء على ايه؟ اشمعنى بقى طعميه؟ هقول لحضرتك. المدرستين اللي جنبي مدرسه مصطفى كامل اللي هي مبنى روزا اليوسف ده كان مدرسه مصطفى كامل الاعدادي. فكانوا الدادات بيخرجوا ساعه الفسحه يروحوا يجيبوا ايه؟ يجيبوا سندوتشات من بعيد شويه عند مسرح السلام. تمام. فبقوا ايه ياخدوا فول من عند جمعه ويجوا يقولوا لي ايه يا عم ناصر ما تعمل لنا شويه طعميه بدل ما بنروح نجيب من هناك ونرجع. تمام. ابتديت بايه؟ ب 2 كيلو فول على اساس ان انا ايه امشي. تمام. ابتدت ايه تمشي. شويه شويه وقفت الايه؟ النشاط بتاع السندوتشات خالص. بقيت اعمل جنب منه شويه بطاطس. اعمل بتنجان اعمل بيض مسلوق. حسيت ان الاكل الشعبي ماشي اكتر في المنطقه هنا. ما هو ماشي لسبب. ما هو عشان جمعه واقف قصادي. تمام. هو لو جمعه مش واقف انا مش هشتغل طعميه. حلو. يعني الناس بتيجي عايزه تفطر فول وطعميه بياخدوا الفول من عندك. ياخد فول. ابعت لي يا ناصر طعميه او هات يا عم اديني بخمسه اديني بثلاثه وبيقف ياكل على العربيه عادي. كويس. او يقف ياكل قدامي مفيش مشاكل.